نحن هنا في مدينة غزة وبالتحديد في ساحة قصر الباشا بمدينة غزة بمنطقة الشجاعية، حيث كان هذا القصر عبارة عن متحفا فلسطينيا وطنيا يضم في جنباته وبين أروقته الكثير من التراث الفلسطيني، من أدوات ومن تحف ومن أعمدة صخرية ومن أدوات فخارية وكذلك من وثائق وشهادات. تم تدمير هذا المكان باستهداف من آليات الاحتلال التي تمركزت في هذا المكان، وكما نشاهد آثارها ما زالت موجودة في هذا المكان، حيث استوطنت الآليات في هذا المكان وتحولته إلى نقطة عسكرية. أيضا قوات الاحتلال لم تغادر هذا المكان إلا وقد دمرت هذا القصر وهذا المتحف الذي يحتوي على مبنيين. هذين المبنيين تم تدميرهما بشكل كامل، وتبقيت بعض الجدران شاهدا على دمار آلة الحرب الإسرائيلية. كذلك تم تدمير هذه الساحة التي كانت مقرا لعمليات الاحتلال وطمس كل ما فيها من أعمدة رخامية ثلاثية. يقدر عمر هذه المنطقة وعمر هذه الأعمدة بآلاف السنين. طبعا هذا المبنى بني في العصر كانت فيه احتلال الإنجليزي لمدينة غزة، كما تم تحويله، كان عبارة عن سجنا ومقرا للحاكم العسكري في هذه الحقبة الزمنية. تم تحويله منذ قدوم السلطة الفلسطينية ليكون متحفا وشاهدا على الاحتلال الإنجليزي لقطاع غزة، وليكون شاهدا وجامعا للتراث الفلسطيني. إذا في هذا المبنى يفقد المتحف الفلسطيني آلاف الوثائق والقطع الأثرية، لكن التاريخ الفلسطيني لا يقتصر على وثيقة واحدة. محمد أحمد من مدينة غزة، صالح قناة تيرنتي عربي.